الانصاري، ابراهيم اكيتا، عبد العزيز المشعان، بدر المطوع، عمر السومة. هنا المتابعة الآن، يا الله يا الله، صالح الشيخ يصلح الأمور، يضع القادسية في المقدمة في الدقائق الأولى من شوط المباراة الأول. صالح الشيخ في تحديد الدقيقة الثالثة من شوط المباراة الأول، صالح الشيخ لاحظ التمريرة الذكية الجميلة من إبراهيم أكيتا إلى هدف الأول للقادسية في الدقيقة الثالثة من من شوط المباراة الأول. القادسية لاحظ الإعادة مرارا وتكرارا، القادسية يضع